كان في برضو خبر عن حريقة في طائرة ميلانيا ترامب، وتمت السيطرة عليه، أفاد تقرير لقناة سي أن أن التلفزيونية الإخبارية الأمريكية أن طائرة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب عادت إلى قاعدة أندرو الجوية المشتركة بعدما تعرضت لمشكلة ميكانيكية امبارح الأربع. وصرحت القناة سي أن أن نقلا عن صحفيين كانوا على متن الطائرة أن مقصورة الركاب ابتدت تمتلئ بالدخان بعد 10 دقائق فقط من إقلاع الطائرة، وانتشرت رائحة شيء يحترق، وهبطت الطائرة بسلام من حيث أقلعت. وصرحت سي ان 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 البيت الأبيض لم يعلق على الفور على ما حدث، ولم يتسنى لرويترز على الفور ان هي تتصل بمكتب السيدة الأولى، عشان كده يمكن انتشرت شوية شائعات، بس تم السيطرة على هذه المشكلة.